الأزرق شيخة، والشيخة دائما تجمع ما تفرق. طشة مع بلال من الأزرق، يسعد صباحكم. المكان يتحدث عن نفسه، احنا ببيت شعر وتجربة تسمى التجربة البدوية، هاي للسياح اللي يجوا على منطقة الأزرق. طبعا تجربة بدوية يعني عامرة بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. أم عوض، صبحك بالخير. هلا، شلونك؟ والله بخير الحمد لله. ودي أسمع الدقة، هذه طرب. أي طرب أم عوض؟ شغل تحمس قهوة والدق هنا قهوة. يلا سمعينا. بسم الله. بسم الله. يعني فنجان القهوة اللي يجي بعد الدقة هذه، هذا فنجان واحد يكفي عن الضيف والكيف وكل شيء. هاي جزء من التجربة البدوية اللي انتم شايفينها، قهوة ودلال ولزاقي وحياة عامرة، يعني عامرة بكل الطقوس اللي تربينا عليها واللي تعودنا عليها واللي دائما نشوفها. بس هالمرة هذا اللزاقي مو هو لزاقي مطاعم، لزاقي طبيعي تاكله من ايدين نشميات الأزرق. قلت يا باه الضيوف، انا سالك من فين انت، انا سالك من فين انت، انا سالك من فين انت، قال من اهل الجنوب، قال من اهل الجنوب، وقال من اهل الجنوب. معانا اخوي ليث الصفدي، يعني دينامو بالمكان هنا. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف مبدئيا الشوب عامل عمايل بينا كلنا. كيف الوضع؟ اهلا وسهلا. شو المسار احنا ماشيين بيه؟ احنا حاليا متواجدين بصحراء الباديه الشرقيه، تحديدا محميه الشومري. محميه الشومري، نعم. طبعا مسار اللي احنا ماشيين فيه حاليا هو مسار المها العربي، أو مسار السفاري المها العربي. بنشوف بهذا المسار إن شاء الله، طبعا المها العربي اللي هو أصلا المهدد بالانقراض، واللي هو كمان إحنا بنحكي عنه أيقونة صحراء البادية الشرقية. طبعا المها العربي هو حيوان فريد من نوعه، طبعا ما يتغزل به وظل شاعر، ما تغزل بعيون المها، والغضيض ابن المها، والغضيض ابن المها، والغضيض ابن المها، ما ظل فنان ما غنى عيون المها، عيون المها. الله. ومدة هذا المسار طبعا ساعة. ساعة. هذا المسار طبعا ب كامل المحمية. لا، مساحة المحمية طبعا هي 22 سكوير كيلومتر مربع، اي ما يقارب 22 الف درهم. كيف نشاط السياح هنا؟ نشاط السياح طبعا بفضل الله الحمد لله يعني كويس. سياح بتجينا من كل بلدان العالم لتشوف المها العربي، تتعرف اكثر على المها العربي، تتعرف اكثر على طبيعه المكان. والله يا بلال ان انبسطنا. الله يعطيك العافيه. انبسطنا. الله يعطيك العافيه. وعافيك. انت عمرك شفت المها العربي؟ هسه اول مره اشوفه بحياتي المها العربي، يعني وجها لوجه، وشفت معاه خط الاستواء للامانه، لانه مليون الا ربع درجه الحراره، يعني مبين على وجوهنا. اللي خفف حد درجه الحراره المناظر والأشياء الجميلة اللي شفناها، يعني درجة حرارة عالية ولكن الأجواء حلوة بصحبة الشباب الطيبة اللي معانا، يعني مع مزح وضحك وأجواء طشة، كل شيء كان مرتب وجميل. والله مكملين. ها لا تروحوا، مكملين. طبعا احنا بالابن البكر للجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه اللي هو محميه الشومري، يعني اقدم محميه بالجمعيه الملكيه. بالجمعيه هي محميه الشومري طبعا، تاسست 1975 طبعا. وفي شايف هذول كلهم اللي قاعدين نشوف صورهن موجودات مثلا بالمحميه؟ نعم، متواجدين. هذول متواجدات داخل محميه الشومري.
خلصنا من محمية الشومري والآن على محمية الأزرق المائية مكملين معاكم. تفضلوا. طبعا محمية الأزرق المائية تعتبر ثاني محمية تحت إدارة الجمعية الملكية بعد ثاني أقدم محمية بعد الشومري. ثاني أقدم محمية بعد الشومري. بنفس الوقت زي مكان جدا مناسب للعائلة، رطبة مائية هذيك شوية مايلة على الصحراوي أكثر. بالضبط، يعني أنت الواحة دائما بتكون نص الصحراء. فهل حلو بالموضوع أنك أنت تمشي كل المسافة ما تشوف مي، وفجأة تشوف مي وطيور وخضار يعني وحيوانات وجواميس وأمور، يعني إشي خيلة. بالضبط مرتب. يا نور. هلا. شو شوفوا عدتك مي معك ونارك وكذا. أنا ما بزبط نولع نار ولا نطبخ. هذه محمية فيها نباتات وفيها حيوانات، ما بزبط نطبخ فيها. ومنكم نستفيد، أنا والله رايح عن بالي محمية لا طبخ ولا نار ولا تجيب. لازم نطلع ندور لنا مكان على البدري نطبخ فيه. على البدري. على البدري. على البدري. مع الحم الواحد بجوع. مع الجوع. مع الجوع ومع الحم. زي ما قلنا لكم درجة الحرارة مليون إلا ربع. يعني خلنا لقانا مكان على البراد هيك إحنا وهالنشامة نلحق نطبخ لنا بيه شغلة ونقول يا الله بعديها. يلا. عمركم شفتوا حدا يبلش بالفواكه قبل الاكل؟ احنا لانه مستويين من الاخر. من الاخر بعدين الواحد مو ملحق عصير وشوكه مع بعض. اول مره نسوي صاجيه هذيك قلايه بس شغله. لا هاي بعد ما نجرب مو منضوب. لا هذه قبل ما تجرب. عظمانتي يخلف عليهم. طبعا الشباب اليوم ما قصروا سواء من المحميه ولا الغارمين اللي معانا وفريق العمل. الله يعطيكم العافيه. وزي ما بدينا ننهي من الأزرق لعمان أدير رطبتها لها ويسعد صباحكم.